يسعى نادي الكويت إلى الخروج فائزا في المواجهة التي ستجمعه في العاشرة إلى الربع من مساء اليوم بنظيره غورغان الإيراني في أولى مبارياته ضمن التصفيات النهائية لمنافسات السوبر ليج الآسيوي على صالة الشيخ سعيد المكتوم في دبي. وتخوض 8 أندية في التصفيات النهائية لمنطقة غرب ووسط القارة الآسيوية، حيث وزعت الفرق على مجموعتين يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.